مستمعي ليلي مدرج الأوفياء، أكيد أجي يعقلوا على الحلقة اللي شارك فيها معنا بدر العبودي. كان شارك معنا مدينة الرباط على موقع عقل، و يعني خامة صوتية جميلة جدا، يعني بشهادة اللي متبعينه، اللي متبعينه يعني في منصة التواصل الاجتماعي، وعارفين يعني عارفين القدرات ديالو. وصراحة هو ديك الليلة يعني ما عطاناش كل ما عنده. كنقترح عليكم نعاودوا نسمعوا دابا في هذا التسجيل اللي عاد رسلوا لنا اليوم. صيفط لنا جوج ديال القطاع، جوج ديال الاغاني، نسمعوا الاولانية ونرجع لكم. عمري ما ننسى نشولة بساحة الهديم، صهري جسواني باب المنصور مالي همتي، صهري جسواني باب المنصور مالي همتي. والصهرات تزيد تحلى حمرها باللي هو سلامي العين شبيك، والله على وسلك وسلامي العين شبيك، والله على سلامي لكل الناس يا ربي احفظهم
هذه أغنية مكناس من أداء بدر العبودية، ومن خلالها تحياتي لساكنة مكناس ونواحي اللي متابعين معنا برنامج ليالي ميد راديو، مازالين معكم إلى حدود منتصف الليل. مرة أخرى تحياتي لكم أينما كنتم. على ما يبدو لله فاطمة أعجبتها الأغنية، أغنية تتقول عليها روعة، يا سلامة. كذلك تعليق ديال الأخ طريق تقول فنان بكل المقاييس، تعليق آخر تقول تبارك الله على الصوت زوين، تعليق آخر تقول تبارك الله عليك خويا موهبة رائعة يا سلام، تعليق آخر من عند سي محمد يقول في أغنية رائعة. والحمد لله ملي عجبتكم الأغنية وراسي بدر شاركنا جوج ديال الأغاني من الريبرتوار ديالو، إن شاء الله في الوقفة المقبلة نسمع لكم أغنية أخرى لبدر العبودي وكتحمل عنوان يا المهاجر، إن شاء الله نسمع لها. وتحية تحياتنا أحبابنا اللي كيسمعوا لينا في الغربة. سي إدريسي تقول جميلة وأداء وأداء وصوت قوية، شكرا لك على التعليق. في الدار أو في الطريق اسمع الميد راديو.